المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان متماسك، وكذلك المؤمنون في توادهم وتراحمهم إلى آخره. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وفيه عدم أذى المسلمين وعدم أذى المؤمنين، وأن يبتعد عن كل أسباب هذا الأذى. إذا دخل المسجد أو أتى الأسواق أماكن الازدحام وهو يحمل نبلا أو يحمل قوسا أو سهما أو سيفا إلى آخره مما يتأذى به، فإنه يتحرز، الواجب عليه يتحرز لئلا يصيب المسلمين بشر. لذلك جاء في صحيح البخاري أن الحجاج بن يوسف زار عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد مرض، فزاره الحجاج فقال: ما هذا؟ قال: أنت الذي قتلتني. قال للحجاج: أنت الذي قتلتني. فسأله عن السبب، قال: لأنك أذنت للمقاتلين للجيش بدخول بيت الله الحرام وهم يحملون السيوف ويحملون أدوات الحرب، فبعضهم أصاب عبد الله بن عمر وهو في الحرم فتأذى من ذلك حتى مرض ومكث في البيت وهو مريض. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. التواد من المودة المحبة، وتراحمهم من الرحمة، وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. الزول لما يكون عنده جزء من جسده مريض، بالليل الجسد كله بساهر، يعني أنت عندك وجع ضرس، موش الخشم بس بيكون مساهر وباقي الجسم بينوم، الجسم كله بيكون شنو؟ مساهر، كله صاحي، لأن الجسد هو عبارة عن أجزاء وأبعاد، فإذا تأذى في جزء منه فإن جميع الجسد يتداعى من أجل هذا شنو؟ الجزء، ويصاب بالسهر والحمى. جاءت بالتشديد، وفي بعض الأحاديث جاءت بالتخفيف والحمى. وكذلك المؤمنين، وكذلك المؤمنون، وكذلك المؤمنون، إذا أصيب واحد منهم فإن البقية يتأذون بإصابة هذا شنو؟ الواحد. ده لو الإيمان شنو؟ قوي وكامل. لكن لما الإيمان يضعف، المؤمن بيأذى المؤمن ذاته، بيأذى ذاته. ده لما الإيمان شنو؟ يضعف. زي الزول لما يكون مجنون بيأذى جسمه، مجنون تلقاه يأكل يشيل فيه ضرر، وتلقاه يضرب يده بالحيطة ويضرب إلى آخره ويشيل السكين، لأنه مجنون. فالإيمان لما يكون ضعيف، المؤمن يؤذي المؤمن أحيانا بالحسد وبالألفاظ السيئة وبالغل وإلى آخره، فإنه أحيانا يتضرر بهذه الأمور. الغل في القلب بعد ذاك يخرج على اللسان، يخرج على اللسان. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنته، والحسن والحسين من خيار الصحابة، وهم كما هو معلوم من آل البيت. والحسن كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الحسن أفضل من الحسين، وقد أصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، من خيار المؤمنين، وهم الصحابة، وهم بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، كان معه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فلما رأى هذا الأمر قال: إن لي من الأبناء عشرة، أي إن لي عشرة أبناء، ما قبلت واحدا منهم، أي أنه لا يقبلون شنو أبناءهم، بعضهم لا يقبل أبناءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أي من الرحمة أن تقبل أبنائك، هذه من الرحمة، من الرحمة، متفق عليه. ولا يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأقرع بأنه لا يرحم، وإنما قال: من لا يرحم لا يرحم، أي الواجب عليك أن ترحم أبنائك. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا نصحوا فإنهم يفعلون، يقومون بهذا النصح، يعملون به. وعن عائشة رضي الله عنها، لأنه في بعض الناس، ما الصحابة، في بعض الناس بيشوف إنه يعني دي ما كأنه بتنقص في رجولته ولا في هيبته، إنه يشيل الطفل ويقبله، هذه من الرحمة، شيل الطفل وتقبله وتضحك معاه وإلى آخره، دي من الرحمة، والله بيرحمك، دي من أسباب الرحمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل، لأن الأعراب بعضهم فيه الجفاء، الأعراب بعضهم فيه الجفاء، أما الذي يسلم منهم ويصير من الصحابة فإنه بعد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلم ويرجع إلى الحق وإلى الخير. فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أي إنكم إذا كنتم لا تقبلون صبيانكم وتصرون على هذا الأمر فإن هذا مما يدل على أن القلوب ليست فيها رحمة، متفق عليه. لكن بعد ذاك الصحابة شنو؟ يمشوا يقبلوا أبنائهم ويهتموا بأبنائهم الاهتمام الشديد. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. والناس الآن عندهم مفاهيم خاطئة، يقول لك انت نازم بقيت معاه طيب بركبوا لك فوق راسك، وما عرفوا أن الله تعالى يقول في القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل بيرفع الله؟ نعم. والبيخفض الناس؟ الله سبحانه وتعالى. فإنت انكسر لي الله بيرفعك، مش بالقوة. تلقى في المواصلات شغل بتاع قوة في السواقة قوي، يقول لك الشارع ده نازل ما عصرناه وما بنمشي، ها انت عصرته ومشيت وهم ذاته اذا عصروا ومشوا، في النهاية الناس مشت، انت في النهاية انت عامل الناس بالمعاملة الطيبة، وانت يحتسب الأجر. كان في ناس في غفلة وما بيحتسبوا الأجر، انت يحتسب الأجر في المعاملة الحسنة، والزول يتواضع الله بيرفعه.
يكون عالم من العلماء تلقى متواضع، الله بيرفع. واحد تلقاه رئيس ملك تلقى متواضع، الله بيرفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة، أي إن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. أنت لما تصلي بالناس خففهم، ده من الرحمة بالناس ذاته، تخففهم. وما يفهم من التخفيف التخفيف الذي يخل بالطمأنينة ولا عدم الإطالة بالكلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالتخفيف كان يصلي أحيانا المغرب بصورة الطور، وأحيانا يصلي بالمسلمين بصورة الأعراف. أعراف ما طويلة، يصلي بصورة الأعراف، وما قراية زي قراية ناس حدر بعض الأئمة بيجروا، لا لا، قراية بتأني، تمر آية يتدبر والبعادة يتدبر وهكذا. والصحابة كانوا بصلوا بالمسلمين، كانوا بصلوا بالصحابة الباقين. ومن الخطاب يصلي بسورة يوسف الصبح، سورة يوسف، لحد ما يجيب في الآية في قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. دي الآية رقم 86، 86 آية. ما بزول بعد الصلاة قال لا طولت ولا ما طولت، لكن بعد ذاك دي مسألة بقدرها شنو الإمام، بعد ذاك بقدرها الإمام، بيشوف إنه الناس أحيانا بيحتاجوا وأصلا في صلوات من السنة الإطالة فيها، وفي صلوات من السنة شنو تخفيف. يعني صلاة الفجر ما زي صلاة العشاء، ما زي باقي الصلوات إلى آخره. بعد ذاك في مرات زول بيكون صاحب حاجة وبيصلي معاك، يعني زول تلقاه في المطار صلى بالناس في مسجد المطار، الله أكبر، والطيارة قربت وده قلقان خش الصلاة، انت شنو تخفف فيه؟ بيسلم بيكون متكيف جدا، لقيت الله أكبر، وبعد ذاك سامع الطيارات وتحركت، وانت شنو؟ وانت شغال ماشي، مش بيتدخلوا في مشقة، دخلوا في ابتلاء، في النهاية انت تخفف الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. ده زي صلاة التراويح، يعني في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام دار يعملها ويداوم عليها، لكن خايف تفرض، بيقوم شنو أحيانا بدع، زي صلاة التراويح، بدأ اليوم الأول صلى بالناس جماعة، اليوم الثاني جماعة، اليوم الثالث الناس كتروا في المسجد، فخشي أن تفرض فدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم، أو لم يصلي بهم جماعة، المهم لم يصلي بهم جماعة، خشي أن تفرض على المسلمين. متفق عليه. وهذا كله من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، وفيه الدعوة إلى الرحمة بالمسلمين. وعنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. الوصال في الصيام، اللي يصوم بدل تفطر المغرب تواصل لليوم الثاني وبرضه صوم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، وقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. قال النووي: معناه يجعل في قوة من يأمن أكل وشرب. شكذي بعض العلماء كابن حجر رحمه الله تعالى وكغير من العلماء بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة 30 رجلا، وقيل أكثر من هذا، فكان قويا صلى الله عليه وسلم. ولا تكفي قوة الجسد، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين قوة الجسد وقوة شنو؟ الإيمان.
وقوة الإيمان. وشرع الله لهما بعض الشرائع التي هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، كالوصال يواصل في الأيام بالصيام، وكتزوجه بتسع نسوة والجمع بينهن. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني يخفف كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. أثناء ما بصلي بيسمع الصبي بيبكي بيخفف في الصلاة لئلا يشق على أمه. وفيه أن العبد أحيانا يغير بعض الأشياء في صلاته من غير أن يغير في هيئة الصلاة في أصلها من أجل بعض ما يسمعه. يعني أنت بتصلي بالناس وأنت ركعت سمعت ناس جايين جنب الباب، أنت ممكن تطول شنو؟ الركوع عشان الناس يلحقوا، ده خير لك أنت كإمام. مرات تصلي وأثناء الصلاة تسمع الرعد والبرق والإلى آخره، بتخفف بالمسلمين، وده مبنى في الخشوع، ده مبنى في الخشوع. يعني كونه أنت بتسمع بعض الأشياء خارج الصلاة أو قد يكون ما عندها علاقة كثير بالصلاة، ده ما بينفي الخشوع إنك خاشع في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ويهتم لبكائه حتى أنه يخفف الصلاة. وعن رواه البخاري. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. فأنت تصلي صلاة الصبح في جماعة فتكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، في عهده وفي رعايته سبحانه وتعالى. لذلك المحافظة على صلاة الفجر من أسباب الخير. قد جاء في صحيح البخاري ومسلم، هذا الحديث في مسلم، قد جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردان قيل الصبح والعصر وقيل الصبح والعشاء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإنت تحافظ على الصلاة دي من أسباب الخير، وفي المقابل كون تضيع صلاة الفجر ولا غيره من الصلوات ده من أسباب عذاب القبر ومن أسباب عذاب النار، كما جاء في البخاري من رواية سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورأى فيما رأى رجلين، أحدهما مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فيتدحدح الحجر فيذهب فيأتي به فيضربه في رأسه، يضربه بهذا الحجر وبهذه الصخرة في رأسه حتى ينفلق رأسه، يتكسر ويتشقق ويتهرس، تاني الحجر يمشي تاني يضربه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عن هذين الرجلين، فقال: هذا الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. اسمع أذان الفجر وينوم، صلاة خير من النوم، وجر في الملاية نايم ماشي، فقال لك من أسباب عذاب القبر وتلقى نايم. والبزبط منبه ومداخر، تلقى يزبطها يقول لك وقت الشغل ولا وقت الدوام ولا كده. ده بعض العلماء قال: لا يقبل الله صلاته منه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد، أي أنه أتى ببدعة، أتى بما يخالف السنة. والسنة والواجب صلاة الفجر في وقتها، وهو تعمد مخالفة السنة فأتى ببدعة، لأن البدعة ضد السنة، فلا يقبل الله منه هذه الصلاة، بل واجب علي أن يتوب. بل ذهب بعضهم إلى أشد من هذا، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه هذه واضحة، يعني أنت ما بتظلم المسلم، وما معناه بجوز تظلم غير المسلم، ما بجوز الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني أنت ما بتظلم المسلم ولا بتظلم غير المسلم، الكافر زاد وأنت ما بتظلم. والمسلم ظلمه أحيانا يكون باللسان، تظلم بلسانك، الغيبة والنميمة والبهتان وإلى آخره، وأحيانا يكون ظلمه بالقلب، زول أنت بتظلم بقلبك، تعال لو أنت محقر جوا في قلبك محقر. وأحيانا يكون الظلم بالفعل باليد، كأن تضربه بغير وجه حق. لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدو له، أنت ما بتسلم المسلم لعدو فينتقم منه هذا العدو. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، تسعى في حوائج المسلمين الله سبحانه وتعالى يقضي لك حوائجك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. أشد كرب الدنيا ولا كرب القيامة؟ أشد كرب القيامة، أنت تفرج عنه كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك بها بسبب هذه الكربة التي فرجتها عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. ما تبقى خفيف أي خبر فيه شر تقوم شنو تنشر طوال، في ناس ما بيحبس أي شيء، أي معلومة لقاها بس طوالي شنو بيوزعها بينشرها طوالي، وبرات بمنتجة بجيب لها حاجات براو، بيقعد كذي بتخيل بيواسيها براو بيجاي وبيجاي وبيديك لها يوزعها، تمام تشيل حاجة طوالي شنو تنقولها. الله قال ما يلفظ من قول إلا شنو لديه رقيب عتيد. زول مسلم مر بطريق، المهم الطريق فيه ريبة فيه غيره، شاف له واحد من المسلمين برضه واقع في معصية، ما طوالي شنو تمشي تتكلم به، ناصحه وبين له وأستره، الله بيسترك قال لك يوم القيامة بيسترك. وفي زول ما عنده معصية لكن الله ساتر الناس، الله ساتر الناس، فزي ما الله انت ساترك انت أستر المسلمين، شفت منه شر ده أستره، بعد ذاك شنو تعال ناصحه. ولو كان في سترك له ضرر اللي هو بيتمادى في الشر، في حالة زي دي تشنو بتبين للناس اللي بيصلح، دي ما من الفضيحة تمشي للزول بيصلح تقول يا أخي والله الزول اللي بيقع في كذا وكذا وكذا، ذاك ياخذ بيده. فإذا فعلت هذا سترك الله سبحانه وتعالى، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. لما لفظة المسلم دي تتضمن الإسلام والإيمان كما قال علماء، يعني مش الزول بس الأظهر الخير، الذي يظهر الخير ويبطنه أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ما قال المسلم أخو مسلم،
ذا الاخوان مسلمين ذا البراهم ذا الناس مخالفين للشريعة عندهم مخالفات شرعية واقعين فيها. مقادتهم سيد قطب وده بيتكلم في موسى عليه السلام يقول لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع عصبي المزاج. موسى عليه السلام يقول أما عهد عثمان فهو فجوة، عثمان رضي الله عنه، أما عهد عثمان فهو فجوة بين خلافة الراشدين عمر وعلي رضي الله عنه. يقول الثورة التي قامت على عثمان من روح الإسلام، الناس اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه قال ده من روح الإسلام الثورة دي، دي كلها لخبطة باسم الدين، جماعات منحرفة. انت ما تبقى في أي جماعة، لا أخو مسلم لا صوفي لا حزب أمة لا أنصار سنة لا جماعة التبليغ لا أي جماعة من الجماعات، أبقى بس مسلم مستقيم على الحق، وده اللي بينجيك من عذاب الله تعالى، وده اللي بندندن حوله طوالي بنتكلم به. لا تبقى مع السرورية التكفيريين والدواعش ولا الجماعات المنحرفة الأخرى، حزب التحرير وغيرها من الجماعات التي تخالف أمر الله تعالى، لأن الله أمر فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الناس قال اجتمعوا، الله قال الناس تجتمع، وتجتمع على الحق مش تجتمع ساي، تجتمع على الحق. واعتصموا بحبل الله، ما قالوا اعتصموا جميعا، وإنما قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال المسلم أخو المسلم لا يخونه، والخيانة معروفة ضد الأمانة، ولا يكذبه، لا يكذب عليه، ولا يخذله، أي أن المسلم لا يخذل المسلم في موقف هو في أمس الحاجة إليه فيه. المسلم ده مرات بيحتاج لك أنت ما تخذله، واحد تلقى نص الليل جاي بعربيته يلقى ذاك واقف بيركشته عربية فيها بنزين وده واقف نص الليل ما قادر يمشي، تلقاه مش ساي خليه يقول لك يا أخي مالنا وماله، مالنا ومال المشاكل، يقول لك أنت عقيف نزل قزاز شوف الزول ده واقف براو آي دي ما مشكلة عقيف معاه وعاونه، ما تخذله ما تخذله. نشروا أشياء تعين على الخذلان، يقول لك كل شاة معلقة من عصابتها ولا شنو، وما بعرف كل شوكة بيدريبة وما لنا وما للناس وإلى آخره، ده ما من الدين، ده ما الله قال إنما المؤمنون إخوة، إخوة أسيزول بلقى أخوه في مشكلة بخليه بمثال خليه عداك انت جنوب تتحرى الحكمة وبيشوف الأصلح تقدمه. قال ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، أي لا يجوز الاعتداء على المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، فلا تعتدي عليه في عرضه لا بالقول ولا بالفعل، ما تنتهي أعراض المسلمين لا بالقول تقع في أعراضه. يتلقفوا الأخبار، مرات تلقاهم بعض الناس قاعدين في الشوارع يتلقفوا أي خبر ولك ديل كذي وناس ديل كذي وهو إلى آخره وده وده، أعراض واقع فيها. كان قال له بيدوك كم حسنة يقول ما عارف ما في ولا حسنة، لكن سيئات شايلة في رقبته وفي عنقه. ومرات الانتهاك يكون بالفعل، ينتهك أعراض المسلمين بفعله بفعله، ودي الآن موجودة منتشرة، تمشي بالليل مرات تدخر تجي ماشي في الشارع مواصلات ما تلقاها، تمشي برجليك ساعة ساعتين بعد شوية تجي عربات مظللة ماشي انت بشوفك بمش منك، بعد شوية القلبت في الشارع يقيف، مش حاصل الكلام ده حاصل يقيف ويسوق يمشي، وأعراض تنتهك. وماله
لا يجوز الاعتداء على المسلم في ماله. ده بيدخل فيه المعاملات في السوق والكذب والغش. ودمه هذه معروفة، لا تعتدي عليه في دمه. ثم قال التقوى هاهنا، أي وأشار إلى صدري، أي أصل التقوى في القلب. ومش معناه أن التقوى في القلب بس، لأن الله قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له في الآيات قبل، وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله ليست في القلب فحسب. فالتقوى دي ما في القلب بس، التقوى دي مرات بالمال، والتقوى مرات بالعقيدة الصحيحة، والتقوى مرات بالصبر. الله قال كذا في القرآن، بس أنا أديك آية واحدة، آيات كثيرة جدا. سورة البقرة قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يلا شوف الأشياء ذكرها بعد ذاك. وسفيان الثوري في تفسير ابن كثير قال هذه الآية جمعت أنواع البر، الآية دي فيها أنواع البر. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال، ده بالقلب ولا باليد؟ باليد والمال. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، ده بالقلب ولا بالفعل؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده من التقوى، حاجات دي كلها من التقوى. سبحان الله. فالتقوى ما يقول لك التقوى ها هنا، وتلقى ماشي على الحفلة يقول لك التقوى ها هنا يا مولانا، وتلقى سكران يقول لك التقوى ها هنا. يشير، لو كان في تقوى ها هنا ما كان مرق ها هنا ذا بتاع عقد الثاني، ما كان لخبته. عشان كذا ابن الجوزي قال إذا صلحت البواطن أصلح الله الظواهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي شنو؟ القلب. القلب. فدي شوفها الآن بيهدموا بها كثير من الدين من الشريعة. يقول لك يا مولانا الدين ده في القلب، طالما القلب نظيف يبقى الزول ما تاني ما عنده مشكلة. ودي ذات رد عليهم، والقلب اللي بقى ما نظيف، بقى ما نظيف كيف؟ مش بأفعال الزول، القلب ما نظيف، بقى قلبه ما نظيف كيف؟ بأفعال فعلها. وإلا الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم وقلوبهم ليست نجسة. الزول لما مرقوا من بطنهم كان قلبه نجس؟ ما كان قلبه نجس، لكن لما نشرك بالله دعا غير الله بعد ده بقى نجس. إنما المشركون نجس. لما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ده أفسد قلبه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كيف الزول اجمع بين الأمرين، بين صلاح الباطن وصلاح شنو؟ الظاهر. بعد ذاك لو وقع في معصية، وقع في خطيئة، الباب باب التوبة مفتوح، يتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. غاية تزول يمر على يوم كامل بليلته، يوم وليلة لما ينوم كذي وينوم وعنده معاصي نايم بها، تزول ما موفق، ده عنده شيء من قلة التوفيق. لأنه أنت ممكن تتوب في لحظات بس قبل ما تنوم، والنهار تتوب والليل تتوب. وباب ما بين مصراعي كما بين المشرق والمغرب، زول باب قدر ده ما قدر يخش فيه، ده تاني بخش فيه خير. باب التوبة ده مفتوح كبير، ما قدر يتوب تاني ده يمشي وين؟ زول ما قادر يحاسب نفسه ويتوب ويرجع إلى الله تعالى. قال بحسب امرئ من الشر، بحسب يعني يكفي، لأن الحسب الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو
حسبه بحسب امرئ، يعني يكفي في الدلالة على شر هذا المرء، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عشان كذا تحقير المسلمين ده من الشر، ده دليل على أن العبد فيه شر إذا حقر المسلمين، إذا حقر المسلمين. لذلك ابن عثيمين رحمه الله تكلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرجلين، في أن أحدهما لما قال للآخر والله لا يغفر الله لك، داك بقع في ذنوب وده بينصحه كل مرة ينصحه، وتاني يجي يلقاه بقع في ذنب، لحد ما قال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عثيمين فليس جميع التألي يحبط العمل، يعني ده معنى كلامه، ما أي كلام أنت تقوله بيحبط العمل. قال ولكن هذا الرجل قال هذه الكلمة وله في قلبه شيء من التحقير، قال فأحيانا يقول العبد كلاما ولا يعاقبه الله به. قام استدل بأدلة، ابن عثيمين الكلام ده ذكره في شرحه لرياض الصالحين، قال ما هي كلام انت بتقوله بيحبط العمل، انت اذا قلت الكلام غضبا لله تعالى وتعظيما لحرمات الله والى اخره، والكلام موزون بعد ذلك، ما هي عمل بيحبط، ما هي كلام بيحبط. لكن الزول ده قال الكلمه دي وفي قلبه في علو وفي تحقير ليداك. قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم، وفي رواية ذي ضمرين لو أقسم على الله لأبره، فهذا يقسم على الله ولا يحبط الله عمله بل يبره الله تعالى، يوفي بقسمه. أما أنس بن النضر أخته اسمها الربيع بنت النضر، فأقسم أن لا يقتص منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتقسم على حد من حدود الله؟ أنت أختك اعتدت، كيف تقسم إنه ما يقتص منها؟ فجاء أهل المرأة التي يعني ضربت فقالوا عفونا عن الربيع بنت النضر، قالوا عفونا عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، أو كلمة بهذا النحو. فهو أقسم على الله ولم يرد مخالفة حد من حدود الله فأبره الله فألان قلوب هؤلاء فعفوا. عشان كده ما هي كلمة انت شنو تحبط العمل، لكن الزول برضو يراعي ألفاظه، يراعي الألفاظ. وعنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وده فيه كثير منه شرحناه، نقول البدايات دي لا تحاسدوا، النهي عن الحسد، والحسد كراهية نعمة الله على الغير على المحسود، وقيل تمني زوال النعمة، إنه الزول ده انت شايفه عنده نعمة ما بتسأل الله يديك زيها، لكن انت بتتضايق انه الزول ده عنده النعمة دي، ولو زالت بتفرح، تفرح تقول يا اخي شوف الزول ده عنده قروش قدر، كيف انت ما تسأل الله يديك قروش، انت ليه بتتضايق؟ يقول لك الزول ده والله عنده قروش كثيرة جدا وعنده اولاد كتار جدا، انت ما تسأل الله سبحانه وتعالى.
شكي حجاج ابن يوسف واحد من الأمراء مروان سألوا قال يا حجاج كل امرئ يعرف ذنبه وشره. قال لي زول عارف الشر اللي فيه، انت الشر اللي فيك فيك شنو؟ قال دعه يا امير المؤمنين. قال لي خليه. قال اقسمت عليك بالله الا اخبرتني. قال اني رجل حقود حسود لجوج. شفت؟ قال له انا فيني ثلاثه حاجات، حقود بحقد الزول اللي بيغلط فيني ده بحقد عليه، وحسود قال له فيني حسد، ولجوج ما بخلي الزول في الخصومه ما بخلي لجوج. قال اجتمع فيك ما لا يجتمع الا في ابليس ثم ترك. قال له والله فيك شر شديد الا في الشيطان. قال ولعله ترك بعض هذه الأمور، لكن في النهاية الحجاج رجل معتدي. وقيل الحسد في كل إنسان، فيخفيه الكريم ويظهره اللئيم، لكن هذه الكلمة تحتاج إلى ضبط، لأن من الناس الأنبياء ولا شك أنهم لا حسد فيهم، ومن الناس الصحابة ولا شك أنهم لا حسد فيهم، ومن الناس أئمة الهدى وهم نجاهم الله عن هذه الصفات الذميمة، ومن الناس من عافاه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن رجلا من أصحابه من أهل الجنة وذهب عبد الله لينام معه ثلاث ليالي أخبره بأنه ينام وليس في قلبه غل لمسلم. ففي ناس قلوب نظيفة، قلوب نظيفة، فإنت ما تحسد ولا تناجش. النجش معروف أيضا، النجش، النجش الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما إضرارا بالمشتري أو تواطؤا مع البايع. يعني زول قاعد يبيع، زول عنده سلعة قاعد يبيع فيها، إنت تجي يقول السلعة دي تدفع فيها كم؟ واحد يقول له دي بـ 50 مليون. الزول الناجش يقوم يقول بـ55، ذاك يقول له بـ60. القال بـ55 الناجش ده ما دار يشتري، لكن دار يزيد شنو؟ السلعة. ليه دار يزيد؟ يا دار يضر الزول المشتري، ولا عنده تواطؤ مع البايع، اتفقوا بعدين بديه حاجة، فده النجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أنه متواطئ مع البايع أو أنه يريد الإضرار بشنو؟ بالمشتري. والنجش ما بجوز في الشريعة، دار تشتري اشتريها بس بعد ذاك ومش، لكن تجي تزيدها عشان دار مصلحة معينة ولا تضر بالآخرين ما بجوز. ولا تباغضوا، دي واضحة، مسلم ما يبغض المسلم. لا تبغضوا إلا في الله، إلا في الله، وتبغضوا في الله إذا وقع في معصية تبغضوا بقدر هذه المعصية، فإن وقع في الكفر تبغضوا بالكلية. شكد المسلم ده وقع في معصية ما بتبغضه مرة واحدة، يقول لك الزول لا والله بكره جملة وتفصيلا، دي مخالفة للشريعة. كيف جملة وتفصيلا؟ يكون في تفصيل، تبغض في المعصية وتحب بقدر شنو؟ الطاعة. وقال ابن عثيمين قد يجتمع الحب والبغض في شيء واحد كالدواء، فأنت تبغضه لطعمه المر وتحبه لما فيه من شنو؟ من الشفاء، أنه سبب للشفاء. فإنت المسلم إذا تحبه لإسلام وتبغضه من ناحية في شنو؟ في معصيته دي، والله يقول لك ده بكره أكثر من اليهود، ده ماله، ولك الزول يا أخي والله يا بالليل ساوي لنا ازعاج وكل مره جاي سكران اكثر من اليهود، وده ذكر، واليهود بيقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء، كيف تكره زول اكثر من ذيل من المسلمين؟ ما بجوز.
ابن تيمية في المجلد الثاني من كتابه الفتاوى يتكلم صفحات كثيرة جدا، يتكلم عن أئمة الإلحاد وأصحاب وحدة الوجود والاتحاد، فتكلم عن ابن عربي والتلمساني وعن القانوني أو القونوي، وتكلم عن ابن حمويه، عن هؤلاء الناس، وذكر لهم من الإلحاد الشيء العظيم، فذكر بعض ألفاظهم وبعض عقائدهم، فذكر بعض ألفاظهم وبعض عقائدهم، قال هي مما ينكره المسلمون واليهود والنصارى. واحدين فيهم بيقولوا الله كالعين والكون كالجفن في العين، فإذا ذهب الكون ذهب رب العزة والجلال، لما كفر كفر بغيض للنهاية. يقوم يقول هؤلاء قالوا ألفاظا وعقائد يبغضها أو ينكرها عليهم المسلمون واليهود والنصارى، بعد شوية يقوم يقول ولكنهم في هذه المسألة خير من اليهود وخير من النصارى، وفي هذه المسألة هم كذا وكذا، أشد من اليهود وأشد من النصارى. فالزول ما يطلق الألفاظ هاي في أشياء تضبطها. ولا شك أن الذي يقول هذا الكلام هو أكفر من اليهود ومن النصارى. اليهود قالوا إن الله، قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا الله والله عظيم لكن عنده ولد اسمه عزير، وأساءوا من جهة أخرى لما قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال ابن تيمية فقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، قال أي جعلوا الله تعالى فقيرا لعباده في التصدق على بعض الفقراء، يعني قالوا شنو؟ قالوا الله فقير لما قال يصدقوا، فقالوا الله براه ما صدق على الفقراء، دعانا نحن نتصدق عليهم، فالله في المسألة دي هو فقير لنا نحن. قال وهؤلاء الأوائل ديلك الملحدين ديلك قال جعلوا الله تعالى مفتقرا إلى الكون في كل شيء، قال فكلمة اليهود مع أنها كفر أقل كفرا من كلمة هؤلاء. لكن نحن جران الكلام ذي النزول انضبط في ألفاظه، وكلهم ذي الكفار كلهم، ما بين هذا ما كفر، أنت بتقول المخلوق محتاج، الخالق محتاج للمخلوق، والله بقول إن الله غني عن العالمين، أو الله غني عن العالمين، غني عن العالمين جميعا غني عنه. فالله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو يرزق الأغنياء وهو يرزق الفقراء. قال في الحديث الإلهي في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كلهم غني فقير إنس جن قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في غنى أكثر من كذا؟ فهؤلاء جميعا أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية في نفس المجلد والذي يدافع عن أمثال هؤلاء هو رأس من رؤوسهم، البدافع عنه يقول لك ده قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، يجيبوا يقول لك هو قصده الكلب من التكليب والخنزير من الخنزرة، هذول أنا من نبيع لساتك خنزير شنو بتاع خنزرة، قال لك وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، ده كفر، ده كفر ذات مغلظ، ما قاله أبو جهل ولا قاله أبو لهب. ذي الناس قاعدين في بلدنا ذي هنا، دي في بلدنا دي
ونحن ما دارين نجيب اسماء ناس، لكن في ناون ذي الناس مجار يا شيخ عبد الله. الزول ذاته تعرف قال الرسول جاني في مربع ستة في الكلاكلة وأكل معانا بالتيخة قال في النوم. ده ما جاهد ذات وقاعد في البلد دي. جزاك الله خير شيخ عبد الله. طيب قال ولا تباغضوا ولا تدابروا. قال ابن عثيمين التدابر من الدبر وضده المقابلة، لذلك وصف الله تعالى أهل الجنة أنهم على سرر متقابلين، وليس المقصود أنهم في حجرة واحدة يقابل بعضهم بعضا، وإنما متقابلين للتآلف بينهم ضد متدابرين. فالإنسان ما يولي الدبر لصاحبه المسلم لأخيه المسلم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، البيعة شغالة، وده باع وده اشترى، انت ما بجوز لك تاني شنو تدخل في البيعة لا رجعوها وانا بشتريها، ما بجوز. الأذان هناك تعز. بسم الله إذا حرجنا. الله الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء، حي على البلاء. الله الله لا إله إلا الله. هذا الكلام الذي ذكر في الفتاوى، الرجل اسمه القونوي، القونوي الفتاوى من صفحة، تلقاه من صفحة 140 لصفحة 203 تلقى الكلام. طيب قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز للمسلم إذا رأى أن فلانا اشترى الشيء الفلاني وتمت البيعة، لا يجوز له شنو أن يتدخل في هذا البيع، بأن يذهب إلى البايع الأول ويدعوه إلى فسخ هذا البيع وأنه سيشتري بمبلغ زائد، هذا لا يجوز في الشرع. وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث، سبق الكلام حول بقيته. النجش قال أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. قالوا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ودي واضحة متفق عليه، لا يؤمن أحدكم، لا يصير إيمانه كاملا تاما حتى يحب لأخيه، أي من الخير، من الخير ما يحب لنفسه، متفق عليه. ولا شك أنه إذا حب لأخيه ما يحب لنفسه أنه سيبتعد عن الإضرار به، سيعظم حرمات أخيه. فتحب له ما تحبه لنفسك، تحب له ما تحبه لنفسك. انت بتحب لنفسك انك تكون متعلم تبذل الخير للناس، بتحب لنفسك الصحة ما تكون سبب لمرض فلان او علان، بتحب للخير، بتحب لنفسك الخير، تحب الخير للمسلمين.
متفق عليه. قال وعنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ شوف الصحابة ذي المهذبين كيف، ما قال له ده كلام شو يا الرسول ونحن كيف ننصر والكلام ده غلط وما بننصر، استفسر منه قال له كيف أنصره، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول باطلا، وإنما سأله كيف أنصره، أنصره إن كان مظلوما، هذه يعرفها. أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره، ما قال لا أنصره إنما قال كيف أنصره. قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، رواه البخاري. فإنت لو في ظلم المظلوم تناصره، والظالم تحجز عن شنو؟ عن الظلم تحجز، ده من نصر الظالم والمظلوم، كذي نصرت هنا الاثنين، مش تقف مع الظالم تقول والله طالما هذه شكله نشوف القوي وين نقف معه عشان نحن ما نخسر، ولا يا زول ده دين تشوف، لا تنصر الظالم والمظلوم، الظالم ترده ترده، فإن أبى فإنك تصير يعني تصير في الصف الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ذاك رواه البخاري قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، خمس في رواية ست نجي ناس إن شاء الله، رد السلام، مسلم ده من حقوقه عليك إنك ترد السلام، سلام عليكم تقول عليكم السلام، إلا إن هجرته لغرض شرعي، هذه المسألة فيها تفصيل آخر، وعيادة المريض، مسلم مريض تزور أن تؤجر، هاي تؤجر فيها تخفيف وفيها إيناس، واتباع الجنائز، مات علاقتك معه ما انتهت، لأنه أنت علاقتك سببها الدين والشرع ما عشان هو قدامك، مات تتبع جنازته وتدعو له بالخير، وإجابة الدعوة، دعاك لوليمة تجيب الدعوة. قال ابن عثيمين فإن كانت الوليمة وليمة عرس وجب شرعا الذهاب لها، كان دعاك لعرس واجب حرام ما تمشي، واجب تمشي له. قال إلا إذا كانت هناك مفسدة، شغل غنى وحاجات ومصائب دي معليش، أو إن كانت هناك مشقة، أنت في بلد وهو في بلد آخر ولا تستطيع الذهاب إليه فهنا تسقط عنك، أو إن أعلن الدعوة ولم يخصص، قال الدعوة عامة تجب ديت مشيت بالخيار ما مشيت، لكن إن خصصك وهي وليمة عرس فيجب عليك شنو؟ الذهاب، وليمة عرس تمشي المرة الأولى الثانية، ما في ناس من أهلك بتقول لي تعال العرس يقول لك لا المرة الثانية دي ما بمش، بتسوي لنا مشاكل مع النسابة، نسابتك لا تمشي طوال، تمشي تقول له بورك لكما وعليكما وإلى بارك الله لكما إلى آخره، وعليكما وجمع بينكما في خير. قال وتشميت العاطس، لكن غير دعوة الزواج ما واجب، يعني دعاك لإسمايا ما واجب، دعاك سائق قال لك تعال افطر معانا وكذا ما واجب، ما واجب، لكن انت تجبر بخاطر تمشي ده من الخير، من الخير. وتشميت العاطس، وهذه فيها تفصيل متفق عليه رواه البخاري ومسلم واتفقا على الصحابة، تشميت العاطس اذا عطس فحمد الله فحمد الله، اما ان عطس ولم يحمد الله تعالى فلا تشمته، فلا تشمته. وفي رواية لمسلم حق المسلم ست، يعني حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه،
وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. دي السادسة. قال لك الدين النصيحة، ما تبخل على الدين والنصيحة، والنصيحة فيها الإخلاص وفيها الصدق وفيها أن تتخير أفضل ما ينفعه فتدله عليه. وإذا عطس فحمد الله، هنا في الرواية دي فصل، فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وده الكل في نجوم. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يعود مسلما غدوة، يعني بالصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. مشيت له في المستشفى ولا في البيت وعيان، قال لك إلا صلى عليه، يعني دعا له، 70,000 ملك حتى يمسي، فإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ده أجر كبير، حتى أن بعض العلماء من شدة هذا الأجر ذهب إلى تضعيف الحديث كابن عثيمين رحمه الله، وأثبته علماء آخرون من أهل العلم. واتباع الجنازة هذا معروف فيها من الفضل والخير الكثير، له قيراطان، اتبع الجنازة حتى دفنت، صلى عليها ودفنت، حضر الدفن. قالوا عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. دي كلها من حقوق المسلمين ومن الأشياء السام براهيم. بذكر لك السبع أشياء بعد ذلك بفصلها تحت ابن عثيمين النووي رحمه الله بشرحها. قال أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. أمرنا بعيادة المريض، مريض تمش ليه من الأهل أو من غير الأهل، من كده حتى لو ما بتعرف أنت زرت المستشفى، زرت مرضى المسلمين، أنت تؤجر. واتباع الجنازة وتشميت العاطس، أي إذا حمد الله تعالى، وإبرار المقسم، لو زول مسلم أقسم أنت الواجب عليك شنو؟ تبره. قال لك والله تاكل، أنت شنو تجبر بخاطره وتبره، لأنه لما تمشي وما تاكل معه ويمشي يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، ولا لو ما عنده يصوم 3 يوم، قدر ما يجوع في الصيام ده بيتذكرك أنت، لأنه أنت سبب الحليفة. ذكرك في النهاية الشريعة ما دار البغضاء بين المسلمين. وإبرار المقسم ولعظمة القسم، طالما أنت مسلم وده أقسم تبره. هاي وإنسان يحلف بالله، ما تحلف بحاجة تانية، هاي يقول لك عليه الطلاق وإلى آخره، ومرات أنت بتكون في حرج، مرات يدخلك في حرج، مرات بالليل تمشي له زيارة يقول لك مرتي طالق ما بيتها، وانت يكون فريقك فيه حرامية وأولادك براهم، تبقى في حرب، هذا اللي يخليه طلقة ولا أعمل شنو ولا أسوي شنو، ثاني تقعد تتصل بالجيران يا جماعة ودوا لها مرت بيت معاه، دخلك في حرب. معلش عفى الله عما سلف. طيب قال ونصر المظلوم وإجابة الداعي، زمن تمت بس نتم الحديث، وإفشاء السلام، فتفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، مش ناس معاك تسلم عليهم وناس ما من جماعتك ما تسلم عليهم، لا تسلم على المسلمين كلهم. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، ودي واضحة ما بجوز لبس خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة،
الآن هي من فضة ما بجوز تشرب بها في الدنيا لأنها في الآخرة. وعن المياثر الحمر، هسه بيشرحها. وعن المياثر الحمر، قال النووي رحمه الله: المياثر بياء مثنى قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب، يعني زي السرج لكن شنو؟ من حرير، الكيس بتاعه من حرير وجوه محشي من قطن، فلين ده منهي عنه طالما من حرير، إنك تخط في الحصان أو كذا. وعن القسي أو القسي، القسي القاف مفتوحة والساء مكسورة ومشددة. وعن القسي، قال القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، برضو دي من الحرير. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول، يعني أنك تنشد الضالة. الضالة تعريفها، يعني تعريف الضالة، ودي من أحكام الضالة، دي عندها أحكام كثيرة. الشير رايح، يعني من الأحكام أنه في المسجد ما بتقول راح من نشي الفلاني وبالمطرفون تتكلم، وراح ما بجوز في الشريعة، وإنما تذهب خارج المسجد وتقول كذا. حتى لو لقيت حاجة رايحة ما تجد علقها للناس، تقول لون الراحت منهم، لكن ممكن تخدتها في محل الناس شافتها تجلها، لأن المساجد ما جعلت لهذا الأمر. أو تخرج خارج المسجد وتنشد شنو؟ الضالة. الضالة الشيء الذي يضيع. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال نواصل في أبواب هذا الحديث. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.